انتقل إلى المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية. وطبعا يا فندم، أول قطاع تضرر بشكل فوري من بداية الشرارة الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية كان قطاع الغذاء، ودايما التخوف كان من حدوث أزمة غذاء عالمية. لو بشكل سريع حضرتك تقول لنا أبرز العقبات اللي بتواجه الصناعات الغذائية في مصر اليوم، وأهم السبل اللي عن طريقها هيتم التغلب عليها، خاصة مع الوضع في الاعتبار مسألة ضبابية أمد هذه الحرب. شكراً على السؤال لدولة رئيس الوزراء معالي محافظ البنك المركزي، شكراً على الاستضافة. أنا هحاول أكون موجز علشان الوقت. طبعاً أنا هتكلم بصفة عامة على الصناعة وليس على الصناعات الغذائية بصفة خاصة، إنه ما فيش شك إنه الصناعة خلال العشر سنين اللي فاتت عانت الكثير، ويمكن المعاناة كانت جاية من التذبذب في بعض القرارات، ومن ضمنها سعر الصرف طبعاً اللي هو كان من الأساسيات، خاصة إنه مدخلات إنتاج عديدة بتبقى مستوردة. وإحنا الحقيقة عشنا تجربة كبيرة في 2016 مع تعويم الجنيه المصري يوم 2 نوفمبر بالتحديد، وأثر ذلك على الصناعة والصادرات. يعني كان هناك تخيل أنه تخفيض قيمة الجنيه ستؤدي إلى زيادة الصادرات، ولكن ما حدث أنه حصل تضخم في مصر والصادرات لم تزيد. والصادرات ليه ما زادتش؟ لأنه ما كانش في استثمار. النهاردة مع زيادة سعر الصرف حصل زيادة في أسعار الفايدة اللي هي وصلت لمراحل 18 و19 و20% اللي هي كانت الحقيقة مجحفة جدا وكانت مانعة لأي استثمار. والحقيقة عشان كده أنا النهاردة يعني بأعزز وبأطالب السيد محافظ البنك المركزي إن احنا نحافظ على مبادرة 8%، خاصة إن احنا للتمويل للصناعات للصناعة بصفة عامة، خاصة إن احنا داخلين أيضا على مرحلة صعبة. وانا عارف انه طبعا انه ده هيحط ضغط، ولكن احنا مهم جدا ان احنا نخلي عجلة الاستثمار شغالة. فالحقيقة اللي احنا حاسينه واللي انا شايفه انه ان احنا محتاجين نفكر شوية خارج الصندوق، لانه ايكو سيستم بتاع الدولار في مصر اختلف. احنا مازال عندنا ايرادات قناة السويس، مازال عندنا الصادرات المصرية وهي كانت في نمو، مازال عندنا تحويلات المصريين في الخارج، ولكن اللي توقف هو الأموال الساخنة، والأموال الساخنة خرجت من مصر وراحت إلى دول، يعني زي ما شفنا ارتفاع أسعار الفايدة في أوروبا وفي أمريكا، أدت إن هذه الأموال هجرت من مصر راحت على هناك. فإحنا محتاجين نفكر في طريقة خارج الصندوق إزاي نعوض هذا الكلام، إزاي نعوض هذه الفجوة. وإحنا شفنا دول عديدة في أوروبا زي مالطا زي قبرص كانوا بيدوا جنسية، بيبيعوا الجنسية لبعض المواطنين. أوروبا الشرقية كانت تدي الجنسية عشان تقدر تستقطب عملة. آسف. اليونان كان عندها مشاكل كبيرة جدا. دولة اليونان كان عندها اقتراض يفوق 145% ويمكن 300% من الناتج المحلي. كان عندهم العديد من كان عندهم يعني انكماش اقتصادي مرعب، أدى إلى أن كان عندهم العديد من المساكن اللي هي كانت مغلقة أكثر من 60 أو 70 ألف وحدة سكنية، وده استثمار عقاري واقف. قال لك إحنا هندي إقامة لمدة 4-5 سنوات لكل مستثمر هيجي يحط 200-300 ألف يورو. فكل دولة كانت بتحاول تفكر خارج الصندوق عشان تعظم مواردها من العملة الصعبة. فإحنا محتاجين أيضا أن إحنا نفكر خارج الصندوق عشان نعوض الفجوة اللي بقت موجودة. لأن أنا تخوفي بعد التوقيع إن شاء الله مع البنك الدولي، وإن شاء الله يبقى في موارد للعملة الأجنبية، زينا هنقدر نحافظ على تدفق العملات الأجنبية في لأن التصدير مش هيجي أوفر نايت، يعني التصدير هيحتاج وقت، ومحتاجين نزود استثمارات زي ما كانوا بعض الزملاء بيكلموا النهاردة. إحنا محتاجين نضاعف إنتاجيتنا عشان نقدر نزود صادراتنا، فهتاخد وقت. فاحنا محتاجين نفكر في حلول سريعة جدا نقدر نكمل بيها النمو العظيم اللي احنا شايفينه في بلدنا الحقيقة. ويعني انا برضو عايز اتكلم من منطلق ومنظور
مش لازم نبقى زعلانين، احنا حصل تطور كبير جدا دولة الرئيس في الفترة 7-8 سنين اللي فاتت. احنا بلدنا دي بقت بلد جديدة علينا، بنشوف فيها حاجات كنا بنتمنى ان احنا نشوفها في بلاد كتيرة كنا بنزورها، ومش هقول بلاد اوروبا، هقول بلاد عربية. النهاردة الحقيقة لازم نبقى فخورين بهذا، يعني كل حاجة هاز برايس، يعني كل حاجة ليها تكلفة، والحقيقة الظروف ما ساعدتناش في نفس الوقت. لكن احنا اعتقد هذا السوق الرهيب، السوق الكبير، الـ 100 مليون اللي موجودين في مصر، يمكن احنا حظنا وحش انه الاسواق اللي حوالينا اسواق كلها فيها مشاكل، فمش قادرين ان احنا نزود الصادرات بتاعتنا. ولكن الحقيقة مش يعني برغم كل المشاكل دي انا سعيد بما حدث في مصر، واتمنى بس ان احنا ما نكررش نفس الاخطاء اللي احنا عملناها قبل كده في المرحلة اللي جاية. والحقيقة برضه لو هنتكلم على الصناعة، الصناعة في مصر شهدت تطور كبير جدا خلال الـ 10-15 سنة اللي فاتت والـ 20 سنة، ويجب ان احنا، وانا بشجع كل زملائي الصناع، ان احنا نبتدي نخرج بره القطر المصري، نبتدي نستثمر في القطر والدول، بعض الدول المجاورة لينا. يعني وانا شخصيا عندي هذه التجربة، وانا مش بقول لا احنا عايزين نحط اقتصاد في مصر، مش عايزين نطلعه بره، لكن انا لما بخرج من هنا بروح لبره بخلي المورد بتاعي يورد لي، فبالتالي بيجيب عملة أجنبية لمصر، بطلع العامل المصري بقى ينقل تكنولوجيا النهاردة للعامل اللي هناك، فبيقبض بالعملة الأجنبية بيجيب مردود لمصر. فيجب إن احنا يبقى عندنا شوية ثقة زيادة في نفسينا ونطلع بره القطر المصري عشان ننوع مصادر العملة. زي ما بقول لحضرتك، أنا لما خرجت بره وبشتغل كل الموردين اللي كانوا بيوردوا لي هناك، وبالتالي أنا بقيت أجيب عملة صعبة أيضا وبزود صادرات في المواد الخام اللي موجودة. إذن يعني الانفتاح على أسواق جديدة حضرتك تقصد، والأفكار الغير تقليدية، أو الانفتاح على حتى المجالات الغير تقليدية الغير معهودة لدينا. طيب شكرا جزيلا المهندس، شكرا يا فندم هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.